حسيت بالفرق ما بين اللاعب اللي ممكن في نادي جماهيري بلقطة صغيرة أو بلعبة صغيرة الناس طبعا كلها تتكلم عليه، في حين إن في نجوم كبيرة بتبقى في أندية تانية بعيدة عن الضهر عن الجماهير، الأمور بتبقى طبعا مش بنفس الدرجة. اكيد طبعا، لان انا الحمد لله رب العالمين انا في المقاصه، واربع سنين في سيراميكا، 5 سنين الحمد لله. عاوز اقول لك ان انا يعني جالي عروض كتير من انديه كتيره جدا، ورحت المنتخب مره واحده مثلا، وممكن تعمل حاجات كتيره جدا، حاجات كويسه، وفي الاخر الناس ما بتشوفهاش، هي الناس في الاخر الانديه الجماهيريه طبعا في مصر بتبقى مؤثره في الحته دي، وده مش حاجه صح يعني. يمكن انا دايما كل بسال لعيبه كتير في لقاءاتنا الخاصه دي يقول لي ان انا لو في الاهلي والزمالك وبنص مستوايا ده بنسبه 90% هروح المنتخب. الكلام ده صحيح؟ شايف ان الاجهزه الفنيه المنتخبات بتبص على حته الانديه الكبيره، الانديه الجماهيريه، الانديه الشعبيه؟ اكيد طبعا بتبقى دي موجوده بنسبه طبعا، ما اقدرش اقول لك مش موجوده، ولكن في الاخر وفي الاول اي مدير فني بيبقى عايز اللي بينجحه، وبيبقى عايز اللي بيكسبه، ما اقدرش الوم عليهم. ولكن الواحد ساعات بيبقى زعلان، اللي هو لما بيتعب ما بيلاقيش، لان انت في الاخر فلان انت لعيب مصري، واي حد يتمنى اللي هو يبقى موجود في منتخب مصر، فالواحد بيتعب وعاوز يعمل كل حاجه النادي بتاعه طبعا رقم واحد، ورقم اتنين عشان تبقى موجود في منتخب مصر، فلما ما بتبقاش موجود بتبقى زعلان وكده. بس في الاخر هو اختيارات، والواحد لازم يحترم كل الاختيارات، وما اقدرش انا اقول عن نفسي انا كنت كويس في وقت من الاوقات او وحش في وقت من الاوقات، بس انا بتكلم بناء على الارقام اللي كانت معايا الفترات دي يعني. الموضوع ده بيفرق ما بين مدرب أجنبي أو مدرب مصري في موضوع الاختيار، ولا حتى الأجنبي بيجي بيفاجئ إن الشعبية برضو أهلي زمالك فبتأثر على قراراته؟ انا من وجهة نظري انا الشخصية ما بحسهاش بتفرق خالص، بحس ان الموضوع واحد يعني، مش عارف بيبقى يعني، ما بعرفش ايه المبررات طبعا، وما بعرفش يعني، ما اقدرش اقول لك الفكرة في الاختيارات ايه، ولكن ما بحسهاش بتفرق، وبالدليل اللي يعني حوالي 90% من الناس هم نفس الناس، مش تقليلا من اللعيبة طبعا، اللعيبة اللي موجودة كلها تستاهل تبقى موجودة، ولكن هي الفكره كلها اللي انا بتكلم فيها لاي حد بيتمنى يبقى موجود، بس لكن مش تقليل من الناس اللي موجوده، الناس اللي موجوده كلها على اعلى مستوى، واحنا بندعمهم طول الوقت وبنتمنى لهم التوفيق دايما يعني. المدرب الاجنبي بيريح دماغه لما يلاقي اخترت لاعب من الاهلي او ما اخترتش لاعب من الزمالك، ففي ضغط اللي حواليه بيقولوا له، بيبدا يتعامل زي المدرب المصري بقى ورايح دماغه يقول لك خلاص انا هاخد اللعيبه اللي في ظهرها جماهير واللي في سوشيال ميديا واللي في اعلام بيتكلم عنهم. انا مش عارف بصراحه، ما اقدرش افيدك في النقطه دي، ولكن هو الموضوع باين للناس كلها يعني، مش محتاج اتكلم فيه.